ايه بس؟ هو ايه؟ يخرب بيت شكلك يا اخي، بتخلي الناس تجو يا اخي انت يا اسطى عايز ايه انت؟ يا عم الاشكال اللي بتتحدف علينا دي بلاوي. I could take this crap from seeing to believing. Got it. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم بينوكي، والنهارده لينا فيديو جديد. قبل ما ابدا الفيديو ما تنساش لايك ولا تشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل شيء جديد. وفيكم في فيديو النهارده ان شاء الله هتكون عن النهارده هنلعب لعبه اوت لاست برضو. خلونا بدون ما اطول عليكم، خلونا نخش على اللعبه. محدش بقى يسالني على البتاعه دي، انا مش هقول لكم. حلقته شكل شبه البرد. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. طبعا يا جماعه المفروض دخلنا اللعبه اهو، فخلونا كونتينيو على طول كده من غير ما نفكر ونكمل. طبعا يا جماعه المره اللي فاتت سريع كده الخص لكم اللي حصل في المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كنا بنهكر حاجه كده، مره واحده جه حد وقفل علينا الكهرباء. فخلونا نبدا. بسم الله. بيقول لك هايد ان ذا لوكت، بيقول لك استخبى هنا. استخبى ده باين في هنا حد جاي لنا عشان كان اوبا سلسلة كده. يا نهار اسود، ايه ده يا عم؟ لا 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 لا، تخبى يا عم انت اللي طلعك. انا مش هنا، مش هنا، اعوذ بالله، اعوذ بالله. روح فين بس؟ روح فين يا اخي؟ ابعد، اعوذ بالله يا اخي. يخرب بيت شكلك، يلا موتني بقى واخلع. يا نهار اسود، ايه ده؟ ده شال دراعي ولا دماغي؟ ولا شال حاجة تاني؟ هو شال حاجة من تحت. ايوه يا رب بقى امشي كده، لان انا وجهتي ان انا اروح كده صح؟ امشي بقى كده كده يا رب ما يشوفني يا رب. بس تلاقيه بيقلبها في دماغه وارجع اشوف الخزانة اللي انا ما فتحتهاش دي، ولا امشي؟ الحمد لله طلع حمار ما بيفهمش. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ خرابة ايه؟ بسم الله بسم الله الحمد لله يا رب. اطلع اجري يا ابني، هو دخل كده، انا اطلع اجري من الناحيه الثانيه. ايوه في هنا نازله يا جماعه، خلونا ننزل. البتاعه دي يا جماعه ما كانتش مفتوحه، هتقولي ازاي انا نزلتها في الفيديو اللي فات؟ بس ممكن يكون قطعتها، كانت مقفوله كده. امشي ربنا يستر. ايوه في مكان هنا رب، بس ما يطلعليش واحد كده زي القطع اللي هناك ده ويخدني. بس واحد بيقول هو ازاي؟ يعني من هذا؟ مش انا. في هنا حاجه بيقول لك مايند بريكر وجاز بامبو، عشان نفتح الطاقه ففي مضختين لازم نفتحها ومفتاح كده. خلونا ندور على باب. ايوه في هنا باب كمان. ايوه اهو يا جماعه، افتح بقى. فتحنا كده اول مضخه، المفروض هنفتح تاني مضخه ومش عارفين مكانها يا اخي. والله ايه الحظ ده، انا عمال الاقي المضخات ورا بعض. ايوه افتح فنطلع. المفروض بقى ايه؟ يا نهار ايه ده؟ طب مش تقولوا لي ان هو، اوعى يا عم اوعى. روح فين انا؟ انا اتحجرت، اوعى يا عم. استخبى 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 استخبى. انا مش هنا، ده طلع في وشي كده. دلوقتي بقى عشان ناخد هدوء ونرتب الافكار، احنا فتحنا مضختين كده، فاضل كليبسه، فاهمين؟ ايوه ايوه الحمد لله. ده في كلاوي هنا. بسم الله. ايوه اهو النطع اهو، هو تلاقيه يعني بيبص بيشوف فتحت كام مضخه، لقى اتنين بيقول لازم احرس التالته بقى. المشكله هو مفيش صوت ان هو يجي، فاهميني؟ شافني. فين 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 فين؟ استخبى استخبى. لا هو على التوتر يا جماعه، ايه ده؟ ده شافني ازاي ده؟ استخبى استخبى استخبى. بتقول ايه؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا جماعه، مش عارف اوطي صوتي ليه، بس بسم الله يا عم.
طب يجي منين ده بس؟ اجي منين بس؟ خلاص جاب اجلي، جاب اجلي خلاص. ايوه خبص خبص. مش هنا، مش هنا والله، لو عرفت مكاني الابو عرعطب. بص انا هطلع اجري، بص انا هطلع اجري. الله اللعمة ما شافنيش. في باب. جاي 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 جاي. سخب سخب. ايوه اهو بغلة اهو. طب اروح انا فين طيب يا جماعة؟ طب اروح وراه طيب؟ الباب ده ما رحتوش يا جماعة. ده الباب ده يا جماعة اللي هو ما كانش مفتوح في الاول. ايوه يلا يا هبل، ضحكت عليك. يلا عبيط يا هبل، اطلع اجري بقى. خلاص يا جماعة والله جات لي مناعة، انا هطلع اجري والوش بقى وانا ماشي. بص يا اسطى، عايز تجيلي؟ جيلي. بص بص، لفله من هنا بقى، لفله من هنا بقى. ايوه يا جماعة طلع الطريق ده هو الصح اصلا. ايوه وبعد كده ايه؟ طب انا اروح فين طيب؟ ده بيجري وراي. طيب انت ايه ده الكليبس اهي البتاع يا جماعه، البتاع وزلت لها بالتلويش. يا جماعه عشان نطلع. ايوه يا فرج الله، مضخه. الله الله، تحت المضخة الأخيرة. إيه ده مولتو ودي شندة ما يهرتي. أنت بطارية باردة صحيح والله. هو إيه بس؟ هو ايه؟ يخرب بيت شكلك يا اخي، بتخلي الناس تشوف يا اخي انت الناس شافني بسببك اخي. منك لله يا اخي. ايوه يا فرج الله، وفتحتها. يلا يلا يا هبل، ضحكت عليك. الله يا نطع يا هبل، الله يا نطع يا هبل. ان راجل تعالى، الله يا نطوع يا اولاد. ايوه ايوه، قبل ما النطع يجي. ايه ده؟ I'm sorry my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. لا بقى ده انتوا عالم ايه ده يا جماعه؟ The wall rider tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this. الله الله الله. يعني يا جماعة كان في بوليس جاي ينقذني، في حاجة شفطتهم. أيوة. مش عارف إيه ده؟ هو راجل بيساعدني ولا جاي عليا يقول لي ام سوري ماي سان، يعني انا اسف يا ابني. انا مسجون. ريمبر ذا نوتس اوف. طب انا عايز اطلع. طيب اطلع ايه ده؟ خد بس. الله يا جماعه ده بيساعدني. الله مقفول يعني. يا ابني خش يا خش. اشكال و ايوه في مكان هنا. هتقتلوني ولا ايه الدنيا؟ يا جماعة دول مسالمين يا اسطى. عايز ايه انت؟ يا عم الاشكال اللي بتتحدف علينا دي بلاوي. ايه ده؟ يحرق يا اخي وشك ده.
طب ايه طيب؟ طب ايه طيب؟ يا ساتر اروح فين؟ ايوه الله، في صوت نكش، في صوت نكش من اولها. ايوه في مكان. الله اسكت اسكتوا بقى. نعم بلا اي بلا باي. كانوا يا جماعه ده نفس المكان ده ولا ايه؟ اشكال بنتي. ايه ده؟ انا بتعقم ليه وانا جرثومه يا عم؟ ده الجنون وصل بينه يكلم الحيطه. اتوقع يا جماعه ننزل كده. هوبا ايوه. يا غبي يا متخلف يا حمار. كفايه لان انا مش مستحمل بجد والله يعني، بس طبعا عشان قلبنا جامد فما بنخافش. فايه سمعوني، هنعمل جزء تاني على اللعبه دي. اللعبه دي هتتختم في القناه. بس يا جماعه كده بيكون خلصنا فيديو النهارده. فاتمنى يكون فيديو عجبكم، ما تنساش تنزل لايك وتشترك في القناه وبعد كده تشوفوا كل شيء جديد. كان معاكم بينوكيو اسم الحقيقي لؤي وائل، شاب مصري بيحب يعمل فيديوهات مضحكه وهدفه سعاده الناس. بس يا جماعه